كاينش باش يشري والو. دابا الازمه فات 4 ديال الشهور حنا سادين دابا حلينا، ما كاين لا دعم لا اعانه لا والو، كاين حتى شي حاجه. كنظن ما كاين عندنا حنا لا عيد لا ضحيه لا حتى شي حاجه، باش غيتشري؟ والله العلي العظيم الى دابا الى باقي ما كنفكروا فيه هنا فلوس ما كاينه. تقريبا راه 4 شهور ونص هذه ديال الازمه، راه لا اله الا الله عمر الريال الى حتى هذه يومين هذه الحركه البركه. كيصور بنادم ب 30 درهم 40 درهم وكيروح لدارو، 3 ايام هذه ولا 4 ايام هذه هي اللي فيها هذا الشيء. هما مده 4 شهور يلاه الحاله حاله الله تبارك وتعالى. خصوصا الاخوان الدراري مساكن الصناعي اللي دابا ما حنا راه وصلنا واحد 60 تقريبا 63 سنه اللي شويه بنادم داير المحل ديالو مستقر. هما الدراري مساكن كاين اللي كاري ميت عليه 4 شهور الكرا 4 شهور ديال الضو الكرا ديال الحانوت ولا لا اله الا الله محمد رسول الله هادشي هو اللي يقدر يقول لك اخويا. من عند الله سبحانه وتعالى كلشي الناس يعيد وما خصش شي، وين راه هاد اليامات هادي راه الناس راه مكرفصه. فين الصناعي تدخل يدير تيصوب شحال من حاجه انت تشوف الصناعي كيديرها كلشي تيصوبوه، وين راه رجع في الله. الدنيا كبغات كورونا راه ما خلات البنادم فين ياكل، وصويرة راه كديره واش اللي عطى الله. والصويره تقريبا السياحه غيطرع ولكن واحد مع واحد المدة عاد غادي يبداو يجيبو داك الشيء. ودابا دابا لحد الان ما كاين والو. دابا هاد كورونا هادي اللي جات صبحات اثرت بزاف علينا حنايا وعلى الصناعية كاملين وعلى الناس ديال البلاد. هذاك الشيء عمر محال. كاين بزاف ديال ما كاين فلوس وبلاد ما الصناعة التقليدية وقفات مع السياحة ومع الأجانب ومع الناس ديال اللي تيشريو